صاحب الفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتقدم إلى مقام فخامتكم الكريم باسمي وباسم أعضاء البرلمان العربي بأسماء آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة منح فخامتكم وسام القائد، هو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي لقادة الدول العربية، وذلك تقديراً وعرفاناً من الشعب العربي لمواقف فخامتكم الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية وجهود فخامتكم المغدرة، مواقفكم مشرفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء بأواصل الأخوة بين الدول العربية وتوحيد كلمتهم ومواقفهم. إن مواقف فخامتكم القوية والحاضرة دائما في دعم القضايا العربية تأتي انطلاقا من تبني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ظل قيادتكم الحكيمة، سياسة خارجية متوازنة وفاعلة تتسم بالحكمة والرشادة وتضع المصلحة العربية على رأس أولوياتها، وهو ما جعلها تحظى بالاحترام والتقدير في مختلف المحافل والدوائر العربية والإقليمية والدولية. فخامة الرئيس حفظكم الله، إن الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي تقومون به فخامتكم في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تمثل نموذجا رائدا في تحمل المسؤولية القومية العربية، ولا شك في أن تحمل فخامتكم لهذه المسؤولية العظيمة هو محل تقدير من جانب الشعب العربي الكبير، وأن البرلمان العربي وهذا الوسام يبعث برسالة تأييد ودعم من الشعب العربي الذي أتشرف بتمثيله إلى مقام فخامتكم الكريم لما تقومون به من جهود ملموسة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي، كما يقدر البرلمان العربي جهود فخامتكم المتواصلة للمساهمة في حل العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة العربية. ولو فتني بهذه المناسبة أن أعرب باسم البرلمان العربي عن فخرنا واعتزازنا لما وصلت إليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما حققته من إنجازات هامة على طريق التقدم في شتى الميادين وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي في ظل القيادة الحكيم لفخامتكم حفظكم الله ورعاكم. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يمن على مقام فخامتكم بمفهور الصحة وتمام العافية، وأن يمن على الجمهورية الجزائرية وشعبها العزيز بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادة فخامتكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم، وأن ينعم على أمتنا العربية وشعبها الكريم بالخير والنماء والأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم لكم هذا الوسام تقديرا وسام القائد، تقديرا من الشعب العربي لفخامتكم لما لكم من مكانة كبيرة في عند الشعب العربي، ونتمنى لفخامتكم كل التوفيق والنجاح، نتمنى الأمن والأمان والازدهار للجمهورية الجزائرية. الله يجزيكم الله يجزيكم، إن شاء الله نكون أهل هذا إن شاء الله. تشرف الله سلمك، هذه فخر وشرف لنا فخامة الرئيس. نتمنى لكم كل التوفيق. وصلوا دوركم العربي الذي نعتز فيه جميعا فخامة الرئيس. شكرا.